ابو امامان واهلی فرمای وینا وقتا بیٹی ما وقت کی جمعات کی ناس من سے تیم لوخار سے رس او دا جمعات پر پریشان خلق زید یہ غربا و فقرا چ زون نمبر کے چ سڑے جمعات پر چ زڑی خوشحال چ الحمدللہ رب العالمین مشتری بعد اللہ بین سڑی تسکین وش نبی کریم علیہ السلام ورتے چ یا ابا اماما سنگ دل تراغلے وی حموم و دیون غلبتنی یا رسول اللہ قرضوں غمون پریشان کر ماخر دل ترا لما بس اللہ پن سام نہ تولو ویسے تعالی دعا نہ خیم چدا دیو الى اللہ رتول غمون قرضوں اخلاص دی قرضوں بارے کے مختلف دعا گانے لا ویلی اور تو ویلی ولنا یا رسول اللہ وی سلور کر تی ویا اللهم انی اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يلا زبطانا بنين سم دغمونو پریشاری نو دل بنين سم تابر من العجز دامن قم خلق و مما كسل دامن سست و مما بعد خلق كارش كول عمر انه خطاب رش انسان وال واعوذ بك من الجبن والبخل يلا بزد الكوام ما بخل كوام ما واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربا خلق رماني مزور كوا زور ور كوا او قرض باندې مزور ور وا چې زلانی پروتم قرض ما باندې پروتي ځکه دا به ما پریشانی قرض نبی صلی الله علیه وسلم ډیر بخ پنینی ولا بالله ځکه دغه دروغ ویل کیږي وعده خلافی به راځي بل مسله به راځي ار خبره به نشته ار مسله اگر تو اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال بدی تکړه تکړه باندې علما او تک او کلام کړي دي خو له معنا په دې حدیث کې پرتلا نور روایت شوی انسان ته تبو تعالی شوی هغه کې به دا قوت راځي اللهم اني اعوذ بك من الحمل والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ده دعاء غالي ابن ابي دنيا ذكر دي بقبل ما سعج يشار جمع كر دي ويا ما شنتوب كي دا علم زكاو دي سيرك فكان كي ديكلا فكان كي بتيه كي سري ديكلو دي ما لا ما شمال لا ده دعاء غاني هذا وي ودام يبيل رب العالمين ما قرضنا طول خلاص خلاص الله رب العزة دينك صحابه الكرام وتابعي دريم وتوسل لنا نسيبك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.